يقدم مركز رواد بالتعاون مع سلسلة المراكز الاحترافية برنامج تيتش لتدريب مدربي أطفال توحد وذوي الاحتياجات الخاصة. يتضمن البرنامج 15 محور تدريب و 285 تمرين يقدمها المدربان الأستاذ محمد سائر شبعان والأستاذ رنا غندور لطلاب وخريجي رياض الأطفال والإرشاد النفسي وكل من له خبرة بالتعاون مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. مفهوم التدريب: محاور البرنامج التقليد، الإدراك الحسي، الحركة العامة، الحركة الدقيقة، التنسيق بين العين واليد، والإدراك المعرفي، والكفاءة اللغوية والاستقلالية، والتآلف الاجتماعي، والسلوك، والتواصل الفعال. عدد الساعات التدريبية 50 ساعة خلال 10 جلسات. تتضمن رسوم الدورة شهادة معتمدة من الأكاديمية العربية العالمية للتدريب يحصل عليها المتدرب في نهاية البرنامج. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك. مع تحيات مركز رواد.